هي هي يلا هي والترك عمايل من يوم اهو اهو جيل هنا جازوك شو الاخبار؟ ماشي يا شويه نبيك بس ها شويه نبيك طفي السياره طفاها موضوع طويل شو الاخبار؟ شو الامور هاي؟ سامحني دي مكسره ولا يهمك شو جوبها هاي؟ ماشي يا الحمد لله الله يفضل عليك والله توني طالع الفطور قريبه والمغرب هوني نفطر حشدي هني وقتي طالعين رعشة البيم درت لي رعشة قوية هيك خضة في الطريق جاي درتها في بارك كتول هني تمام المشكلة اتصلت برقاعي تاع حيلندس كتول تاع الشاي قميصتي رقاعي معروفة بالقميص قال لي هذه درسها وقد القمة وما عادش تحرك بها وجيبها لي تو ضروري وانا ايدي مكسرة وما نقدرش نقيمها القمة شنو المطلوب أخي؟ مطلوب خوي وسع بالك شكل الصيام مأثر فيك ما هو دويت ما عرفت شنو المطلوب المطلوب يا محترم يا خوي يا عزيزي بتعاوني تعاون وخيك مع وقتها لو سمحت بالله يا اخوي الا عندي مندير انا كان سامحني بالله باب بالله انا قصدي واقفة ما تجيش اعتبرها وخيتك ما تجيش لا لا بالله خلونا هنا اهي تعرف انا كذا انا مش مدير قوم مش مدير جيب صرايا هي الكفيله ريت قضيتها اي قوم هي فما تعال وريني والله ما قادر نقضها اخويا ايدي نلعب كوره بتسعه بتاع النادي نيره تسعه مكسر كسروني محزدي يا اخوي حول ولا قوه الا بالله عجله تبي تقضها يا بيت ايه ايه هي شفتها فراشة هي برا شوف الوضع انت شكلها جدي مكالمه برا شوف الوضع فهمت خير العجله ها هي فراشة في الطريق شي كلمة عم رياعي قال لي قدها لي باي تو انت تبي تقضها هذه ما انا متفرج على هذا انت شنو مرة قد قوم انا قصدي ما فهمتكش حتى انا خبرة يعني خبرة فاها انت الخدمة هذه سهلة سهلة قوم ما اي حد يجي يرتبها باي مليح قدها سهلة وين بيك؟ شنو يا بيك يا شنو صار؟ تاني قد قوم تبي امرا لا لا فكني مسجلات فوت مسجلات لا المسجلات لا يفوت البركة قضاك فيه للفقر أصلاً سيارات كلهم فقرت يا وطحت في بيم مليح أنا لا ما قضيتهاش أنا والله واحد شكله عنده في ديه بندخلوه معانا الجاية آه شوي يمكن آه أخوي لا هذا بتاع المسجلات بتاع كندي قال لي شو صار في المسجلات مسجلات شنو؟ مسجلات تاع السيارات ما هو فاتح كندي مو نجدم في المسجلات أنا فهمتها عارف يا أخوي خير أخوي مسجلات واحد ارفتحنا تنقيم المال ارفتحنا السيارة مال؟ مال مفتاح عندها هي حاول عندها ايه قرر انت قرر افتح قوم افتح القوم لا لا قرر افتح القومات قبل انت كيف تقيم في الكريك ان شاء الله خير يا اخوان ان شاء الله خير افتح القومات قبل ان شاء الله خير ايه الخير واحد راقد هارب من الحوش غش الخنبه طول خيرك يا اخونا شنو يا ذيك الله يا اخوان تشديه في السياره واحد راقد تك شي ندرك واحد راقد في رزقه يا استاذ راقد في رزقه تعال يا اخي من هو هذا مني انا غير تعال دقيقه عندي مكالمه استاذ هذا وقفني ماشي على حالي وقفني هو قال لي بالله عليك عجله مع عجله انا واختي وانا وعمتي ولا مش عارف شنو اخوي مع الراجل قال لك سيارتي انت رديت للراجل نداني تنالي ناديتك انت مع الراجل قال لك سيارتي كيف دقيقه انت رديت مني غير انت شو وضح لي راهو نيرا وقايله وسيارة حتى انا صايم خوي وقفني الشخص هو خوي وقفني الشخص هو قال لي بالله عليك تعال العجله انا وهو
مراه. لا 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 سيرتك انت اخوي، تعرف انا بكريك النت قوي، انا نتكلم برا انا بالفيسبوك. ليش تدخلني بالنت وانت ما وقفتنيش هنا اخوي؟ تصبح يهديك الله ما وقفتنيش تو انت. دقيقة تو انت مش انت قلت لي تعال عوني في القوم، ما قلت لك ايدي حرام عليك، قلت لي قبل قلت لي لا حول ولا قوة الا بالله. الله رمضان وهيك شمتي قصد تخلف هذا من هو انت مني انت مني ولا ما نعرف الله. ماشي لحالي هاي سيارتي انا اخوي، مش مستحق لي قوم رابش. واضحة سيارتك واضحة سيارتك رابش. هذه هذه شنو؟ لا لا شبشب حاشم دايرها انا اياه. لا يا اخوي ما بعرف استاذ استاذ انا مش دخلي في شنو ذنبي هنا. بدك تقول رمضان وبتساعده راه قصدي خلف وارف وقيع حول ايديك. تعال دقيقة يا اخوي بالله عليك تعال دقيقة حول ايديك. استاذ 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 يحلى فمك الدابرة يحلى فمك الدابرة قصدي تخلف انت في النهار. يا اخوي اسمعني هنا يا اخوي هنا اسمعني يا باشا انا وضحوا لي والله يا ربك ما تبنيش انا يا اخوي توا كنت خايف علي جاني هو هو امراه قال لي العجله مع عجله عارفي عجبتك هالقمه تعبانه ريتها كيف هذه ليش قد شدت معك شنو الخنبه هي هذه شنو الخنبه هذه شدت معك خليك تبدا صوره على الفيسبوك بالقمه هذه قمه انا قلت جيبها هيا معلش راجل تعال بالله عليك ارشني تعال شو القصه هذه يا راجل انت عالفاس هيك مقوله هيك شنو انت يا غالي والله صورتك عالفاس من بار ارفع انت كلم الشرطه جاي يرفعوه انت تخلف فاس تعال تعال دقيقه غيرت انا قام انا قلت لك جيب قام يا سميتي بلاحيتك انت لاحيتك خاف ربي يا راجل تعال يا اخي عصابة انت عصابة ما شرب تلقط حالك عليه تلقط حالك كلم 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 جماعة اخوي والله خليك تعال انا شرطة عجيبة من دبي هو انا شرطة عجيبة من دبي اسمع اوقف دقيقة ندري معاك اوقف دقيقة انزل لي انزل لي فوق من عمارة صوت خالب انا راقد السيارة يا راجل كلم 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 مني هو مني انت يا استاذ اي تعال يا خانب اه خانب زود خانب هو وزوز مفرطين انا قلت لك مهيم يا بيك كاميرا 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 قلنا لك كاميرا خفيه قلنا يا اسطى هاي كاميرا كل عام انت بخير توجع سامحنا عادي كل عام انت بخير ما خونا قمات يا رجل من قد قفله طب 18 هو الحين حي الكاميرا كل عام انت بخير حي الكاميرا قولوا طلع عرض عادي قولوا كل عام انت بخير نورين سعيد سامحنا بالله عليك ما نسيتها هي ما كنت حاطها في في كنت نفتحها ما قدرتش نفتحها انا كيف كنت تفتح ما قدرتش تفتحهم ضلها لي من جنبك يا معلم مو هذه هي المفتاح تاع الكريك باش تفتح بها فهمتها اول مره تقول قوم ما انت ايش نقولك انت اول مره ولا شنو ما ندش عليك تبي نعاونك والله نوض نمشي عندي منديل مستعجل يا معلم لا باهي باهي اخوي باه 100% بداياتك هم عندك فارق هم بفتح الضادو قبل ولا يورو في قيمه الكريك هم لا لا علاش؟ مفتاح يا معلم برا السيارة ما مفتاح طلعت عند اختي طلعت به ايه كيف عند اختك وواحد طلعوا لي من جنبك واختك مشيت تفتح لنا السيارة شو بدي بس تفتح السيارة انت؟ في منها المانو باش نقيم الواحد باش تفتح القوم ما هو اختي مشيت اعطيها جمرة ان شاء الله ومشيتها الدعوة هي عند هي المفتاح مو المفتاح هيك ايوه السيارة هي مشتة ظل ده هاي خير اخوي ارسلني هو خالد جات كي ارسلني كريك انت على اللي جاي مني هو من هو يا غالي فريد هو قال لي عاونني خاطر من هيكي دير اللي قلت افتح لي سياره انت طلعت انت قصدي واحد هرب من الحوش صغار وعيطت سياره ولا مناصب من هذا هو بيقض القوم قال لي عاوني قلت له دي مكسره كيف خمبه قصدك في النهار انت ولا شيء قصدك خانه غير وقف يا معلم رمضان رمضان
قلت لي وين اختي؟ انا الراجل هذا تو طلع لي من هنا وين، حتى قلت له طلع مفتاح خير ليه بارك نحلم انا بارك نحلم خذ مني قلت له خذ انا صيانتي بشيء ناطش انا يا معلم انت وش النخله فيك انت؟ انا غير فاهم الراجل بس طلعني خانه في رمضان وصيام واحد تفهم منها اسمع بالله عليك تعوذ من الشيطان بالله عليك قول بالله قلت له اعطيني المفتاح اللي قد بال طلعوا لي من جنبه قلت افتح لي انت مني هو مني يا راجل وضح لي عارف مني هو مني يا معلم شنو انت تبي اليوم تلحبس ولا شنو انت وياه عارف ايه انا نعوم فيه يا غير اسمعني شدت في قوم متفانت يا زيد يا برا قبل اسمعها شنو قوم متفانت شنو تعال يا كيف انت ما شنو شنو تعال يا بعيو تعال يا بعيو شي تقول لي هذه مسكر هذه لي انا انت مني هذا مني هو تعال يا بعيو تعال لوطه في خالب لوطه في خالب لابس بريه هو وصوص تاني خليك انا خليك انا مني انت شنو مني هما من مع بعض قول قول تعال عزوا يا اولاد كيف عز كيف هم الزوز كاميرا 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 ولا كاميرا 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 استاذ كاميرا استاذ ولا كاميرا ولا كاميرا خفيف حي كاميرا حي كاميرا يا رب حي كاميرا غالي حي كاميرا ديكا حي كاميرا هي سامحونا بالناس نعرضوا لله يا ابراهيم كل عام وانتم بخير نعرضوا لله يا ابراهيم لا لا حشاك لا حشاك لا والله لا حشاك سامحنا يا استاذ شنو جديد امرك بتقوم ولا تعرف خوي؟ ها؟ امرك بتقوم ولا تعرف؟ لا نعرف مو شافها بيمرد بالك خويرا ها بيمر ايه مش هوندا فانتي ولا حاجه هياره كم تعرف نكلم حد يجي نكلمك في واحد ثاني عندك خبره يعني ها جديد عليك مثل فيك انت انا اه يا بيكا تي مش قلت لك فوت ادقر بالكاجو تدوك البطاريات ما عادش نبيهم خذيت بطاريات اعمل شوف تحت الجنة مليحه يا راجل حتى اللي قلت فيها ايدين ما شاء الله عليهم شكلهم دخلوا معنا ولكن بعت فسامح كمان اعطيها لها بالله الله غير شوف 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 لنا اسمع شوف لنا مسجلات كان في مسجل بيونير حاجه جيبها تم هي كوش الدير ولا حسبك الله غلط انا قمتها بكره افتح الضوضاء قبل زاد شنو بطاريات عندك محل نتاع بطاريات ماله حاطط لك معي ولا كيف خويا انت لا الرسمه فيك تقول لها بطاريات ولا ما هي ما هناك البطاريات مستعملات ضبطهم إلا قلت لي فيهم هذوك تاع 10 جنيه وبيعوا فيهم بالكيلو نسترزقوا خويا مين دايرها البيم تاع حساب يعني عرقيره جيتك معنا هيا لا يداك ما شاء الله ما شاء الله قمتها تجري السياره الله يبارك لا انا خبره ولا لا خبره قصدي في قضال قمات مش خبره في حاجه ثانيه يا اخوي السياره تتحرك ترى جبد لها المان نفتحها نعم جبد لها المان مانو ومشيت الدعوه اختي هذه المفتاح مو عندها مش 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 مقيم المان هو سيارتك هي ايه المفتاح عند اختي بس ما نشدها انا وانت انا نشدها ما خليت تتحركش وانت قد قد بسرعه قبل بسرعه المقرب المان مفتاحها وين؟ المان مفتاحها في البطنه تقريبا ها؟ اتصل بك ما عنديش رصيد لا تذكر كم اختي ما تقولش راح اكلم اختي راه تلاقي مسكر اخوي ايه مكرشمتها هاي يسقلعي انا نقدو قايله في وين يسقلعي تعال ها تفضل غش انت تعال تعال يا استاذ تعرفني خوي انت من هو هذا مني تعال مني هو انت واحد هرب الحوش من الصغار من الدوش علاش خليك تفتح في البيت كيف راقد فيها شنو هي وين اسي قد يا راجل مني يا اختها اللي كانت معك وين هي معي بنت انا اللي كانت معك وقلت لي قوم قبل شويه علي علاش كشك علي اخوي انا في باهي تو كنت انت وياها وانا مشيت قصدي ما مش كان طويل وعليت في موضوع تضربني هناك في المره تعال تعال 100% باي وانا باي والبنت تعال شنو هذا مني انت مني انت مولاتي رزقي انت مولاتي يا هذا كان يقول لي مني هذا قال يقول قال لي ساعدني انت ابو ناس والله ساعدني يا راجل نسكب بنتك قد نخنبها انا ما الله اعلم انا اللي عارف حي باي باي اخوي باي بدك تعرف مني طفي عضك معاه راه عارف مين جايبه كريكه هذا بتاع هو حرام يسكر راه من انت فتح انت فتحت لي عارف اه يا شدت في دوم تفانت انا عارف يا راجل بخير هذا اه اصابه طلعت شنو دخلني هنا اخوي تعال تعال استنى شو تبي وياه ما عارف يا تعال استنى
غير تعال انا ايش بدك تعال هاي تعال مني انت ومني هم انت ايش تبي مني يا انا تو لقيتها هو كذاب قال لي ليه هذه مقام نبي نقطه وراس صغاري كذاب وراس صغاري كذاب تعال وراس صغاري لك كذاب اللي نعرفه كان الرده هذه هنا تعال بقى هذا شو الموضوع حتى هذا رد علينا هذا منين طلع انا نبي هو هذا هو اللي قال لي خليك انت وراس صغاري ما قلت لك تعال بقى خيرك يا اخوي تبلع فراسي اه يا علي تعال تعال سكر الغدية وتعال لي سكر الغدية وتعال لي يا اخي خالب يا راجل جيني شك هنا كلم الشرطه خالب راه انا ولا ادري شد الله في خالب انا معاه اساس مفار في خالب واحد يخدم في الكريك يا اخي انا بالسياره يا خاك خذ معش في نخدم تعال شيل قوم يا شيل قوم هذه لوح القوم شني يا راجل شني قوم من بكري فتاري والترك عمايل من يوم اهو اهو جيل اسمع تبي فلوس نعطيك طلع سامحه رمضان سامحه رمضان انت مني يا راجل انت سامحه طبت عليه رمضان انت يا راجل مني انت مني انت هو خارب مش انا انت مني انت رزقي يا راجل تقول لي سيان خلاص هذا اللي قال لي كذاب هو اللي قال لي ساعدني وراسه صغير تحلف 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 ما بيش يحلف شفتك كذاب كذاب تحلف انت صاير تحلف احلف قول والله انا خنبها القوم انت مثل علي هو انا خنبها القوم انا نمثل عليك لواحد هو واخته خيركم ان شاء الله خير القوم ما بدك وين اخته باي هو انا اختي يا كذاب قال لي خلاص ما عادش بدك اختي خلك ها باي ايش عندي وخي انا سدحت رمضان حتى رمضان مش طالب رمضان هذا شو الموضوع انا قلت السياره تتحرك يمين المان قال لي مفتاح مش عندي عند اختي قص شو تديروا ليش قدوا فال قوم انت مني انت شنو هو هذا ايش تبي مني باي تعال ايش قلت لي قوم انا قلت قوم ابو تم انا وياك قول والله قلت لي قوم وا تعال انت وقفت لقيتني يتكلم قلت لي ما تخليش تفطر عليك خويرا تعال تو بنص قصدي تعال بقى قصدي تخرب السياره تشنخنب حتى انت يا رجل كيف رزقي تفتح عليه بسيارة وكريك يا رجل انا قلت واقف هو واخته اه لو احلى القوم تقول عليك انا خال قوم الدنيا ايش بتقول انا خاف اقول تعال بقى شنو دخل من هو هو هذا اي هذا اللي قال لي قد رد هالقوم مني هذا مني انت الثاني طب ليش ايش قلت نخنبه اليوم واحده غدوه واحده اصابه هذه يا ابراهيم هذا اصابه راه هذا اصابه راه شنو الموضوع هواي يا شنو الموضوع هواي يا رجل بعيد علي ما تقربني ولا عصابة والله تفضل خذ انت مش عصابة كمل 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 الله يتنزع عارف يا طول عرض عادي نعرضه بقولها على مكي طول عرض هاي هاي يلا هاي والترك عمايل من يوم اهو اهو جيل